بص، في كام زتونه كده هنبتدي بيهم المحاضره النهارده. اول حاجه، السؤال اللي جانا قالته ان هي مش عاجبها اللي هي اشكال السبوتس ومش حساها. ده طبيعي ان احنا لسه ما خدناهاش في المحاضرات، يعني احنا يا دوبك المره اللي فاتت احنا خدنا السكاي لايت ترتيبا، وستوم خدنا حاجه اسمها جاما، ثم خدنا سان لايت، ثم خدنا البين لايت، ثم خدنا الديسك لايت فيما شابه من شكل رباعي او دائري، وقفلنا بالمش لايت. مش ده اللي حصل؟ بالظبط. طب تمام. اول حاجه بس هنا، هو خلي بالك يا شريف، وانت بتعمل ريندر في وظيفه او زيتونه صغيره اللي هي من قائمه ريندرينج، ريندر سيت اب، واحنا اتفقنا ان احنا واحنا بنعمل تيست للريندر فانا بقلل السيتنجز. بس خد بالك، لو انت النويز دي مضايقاك، اللي هي في الشوت بتاعك اللي هي دي، خدت بالك ده نويز؟ طب انا هعمله ازاي؟ هتيجي كده عندك جوه الفي ري، هتلاقي في عندك جوه عنوان اسمه ايمج سامبلر، اللي هو ده هتلاقي في عندك التايب، ما تخلوش بروجريسيف، هتخليه باكت. تمام. خلاص؟ طيب دي كده فيها مشكله؟ لا طب الناس الساكته؟ لا تمام. بقيه المجموعه؟ طيب نيجي بقى لحاجه تانية اكثر اهميه. ايه بقى الاكثر اهميه ده؟ احنا اتفقنا وانت بتروح، انا نزلت شوط بتاع حد منكم اعتقد، بتاع شريف، نعم. بقول انا عملت داونلود للشوط اللي هو بتاع لايت، فايل اسمه لايت، انا نزلته تقريبا بتاع شريف او بتاع لا، حد ما حد. نزلتش، ما بعتش فايلات، ما في حد بعتش بعت فايلات بتاعي. فين هو لايت؟ مفيش حرف ال، يا اما هو مضغوط. ده الفايل بتاعك. حلو. في كام زيتون، وزيتون اللي انا هبتدي بيها هي زي ما كنت بكلم انا وشريف، اللي هي موضوع البكسله او موضوع النويز اللي موجود. ده الفايل اهو. حلو. لما بنيجي نعمل ريندر فاحنا بنلاقي فيه نويز. ايه بقى قصه النويز دي؟ في بعض الناس تيجي تقول لي يا جماعه ده ريزولوشن. لا، ده ملوش علاقه بالريزولوشن، ده جزء منه موضوع الريزولوشن. طب ما انت ايه هو؟ مش احنا اتفقنا، وخلي بردك ودنك معايا كويس، احنا اتفقنا ان انت عندك كل صوره هي عباره عن ليها مقاس طول وعرض، صح؟ تمام. تمام. طب الصوره اصلا اصل مكوناتها يا شريف ايه؟ ايه لا مش فاهم، يعني ايه اصل مكوناتها؟ اصل اي صوره ايا ما كانت هي عباره عن مجموعه من البكسلز. يعني ايه مجموعه من البكسلز؟ يعني انت لو جيت عملت الصوره دي كده زوم قوي هتلاقي ان في مجموعه مربعات نتيجه تكوينها. شايف المربعات تمام الصغننه دي؟ هتشايفها؟ تمام حد يرد، اللي مش شايف يقول لي طيب. افتح الفوتوشوب اكبرها له اكتر. لا لا، المربعات الصغننه شايفين. دي. لا تمام. تمام. يبقى احنا نطلع اللي هي تسمى بكسله. اي صوره ايا ما كانت هي عباره عن مجموعه بكسل نتيجه تكوينها كده جنب بعضها، فانت بتشوف الصوره. كل ما كانت الصوره عدد البكسل دي عاليه فالريزوليوشن بيبقى عالي، فالصوره بتبقى سموث وناعمه وانقى بزياده. طب تمام، ايه قصتنا احنا؟ ما احناش بناخد جرافيكس. اللي انا بقوله ده مش علاقه بالجرافيكس، اللي انا بقوله ده علاقه بالنويز اللي انا شفتها عند شريف او عند الصوره اللي انا طلعتها، اللي هي مغزاها ايه؟ ان في نويز في الصوره. طيب الفي ري بقى بيلعب على موضوع النويز ده. مش فاهم يعني ايه بيلعب. وظيفته الاساسيه ان انت الصوره تطلع ريل، فبالتالي ما يكونش فيها نويز. طب هو بيفكر او بيشتغل ازاي؟ في منطوق مهم جدا او لفظ مهم جدا، حاجه اسمها سب ديفيجن. ايه السب ديفيجن دي؟ في صوره انا لقيتها على النت ممكن توضح لنا القصه دي اكتر. صوره مشهوره جدا على النت بتقول لك البيكسلز عامله ازاي والتقسيمه بتاعتها عامله ازاي. بص، اللي هي الصوره دي احنا اتفقنا ان كل صوره هي عباره عن مجموعه بيكسلز يا شريف، صح؟ تمام. الفي ري بقى بيلعب على الوان بيكسل اللي هي المربع الصغير اللي انا وريته لك من شويه. تمام. يعني ايه بيلعب عليه؟ يعني بيروح يحسب الاضاءه المباشره والغير مباشره في كل مربع من المربعات دي. الله، يعني هو بيحسب كل الكلام ده في البيكسل؟ لا، يا ريت. كمان بيروح يستخدم حاجه اسمها سب ديفيجن، يعني بيروح يعمل عمليه تقسيم للبكسلايه الواحده الصغيره قوي. يعني مثلا يا شريف انا عندي وظيفه من جوه 3 دي ماكس جوه الفي ري اسمها سب ديفيجن. لو انت جيت جوه الوظيفه دي وحطيت له رقم 2، يعني كانك بتقول له روح قسم لي البكسلايه الواحده اربع اجزاء او اربع سم. ايه ده؟ طب ايه الافاده؟ عشان يحسب لي الاضاءه المباشره والغير مباشره في كل بكسلايه من دي. فبالتالي لما يحسبها صح فالنويز يقل، فانت ما تشوفش الايه؟ النويز اللي انت شايفه في الصوره ده. طب احنا بنحط كام يا شريف؟ لما تيجي بدل ما تحط 2 سب ديفيجن هتيجي تحط 3، يبقى كده قسم لك البكسلايه الواحده كام يا شريف؟ 9 9. طب لو انا جيت حطيت 4 يبقى 16 قسمها لك 16. الله، يا نهار ابيض، الكلام ده هيبقى كتير قوي. يعني هيقسم لك البكسلايه 16 جزء ويحسب الاضاءه المباشره وغير المباشره في كل جزء من دول. ايه ده؟ فعدد البكسلز، ده البكسلز عندنا في الصوره ممكن توصل 1000 وشويه او 2000 وشويه. عشان كده وقت الريندر عندك ايه؟ بيزيد.
بس درجة رياليتي وعدم النويز اللي موجود في الصورة ايه؟ بيقل، فالصورة بتطلع ريل عندك. طب انت عندك الرقم الستاندرد يا شريف اللي انت بتحطه كام؟ الستاندرد كده البداية اللي الفي ري بيحطه بيحطه 8، يعني مع كده ان هو قسم لك البكسلية الواحدة كام يا شريف؟ 8 في 8 64. ماشي معايا؟ طب احنا بقى لما نيجي نرفع سب ديفيجن عشان ما يبقاش في عندنا نويز بنحط ال 8 مضاعفاتها، يعني انت كده بسم الله الرحمن الرحيم بتبتدي ب 32 64 128 256. انت معايا؟ تمام. يعني انت بتقول لي ان انت لو حطيت مثلا 64 فمعنى كده ان كل بكسل هتتقسم 64 في 64 في عدد البكسلز كلها بتاعت الصوره؟ اه، هو ده سبب تاخير الريندر ودرجه الرياليتي وظبطه اللايت اللي موجود عندك في الصوره. في الفيرجن القديمه بقى اللي هي بتاعت في ري، السب ديفيجن دي كان ليها اكتر من مكان. زمان كانت موجوده عندك في اللايت. تعالى كده نبص عندك هنا في اللايت فين؟ هتلاقي في عندك حاجه اسمها شادو ايه؟ سب ديفيجن. تمام. فانت لما تيجي هنا عايز تقلل نويز فانت بترفع القيمه دي، وممكن تبتدي من 32 يا شيخ. طب هو في مكان تاني؟ استنى بس، انت حطيته لي في الشمس، يعني معنى كده ان كل وحده اضاءه من الوحدات دي كده فيها سب ديفيجن. بص كده عندك على سامبلنج، بص كده فيها هنا ايه؟ سب ديفيجن. في سؤال يا جماعه المفروض حد يساله، هي ليه مقفول؟ حلو، الستاندرد بتاعها ان هي مقفوله. افتحها من هنا من رندر سيت اب، واجي اخش من هنا على حاجه اسمها جلوبال دي ام سي اللي هي دي، واجي اقول له هنا يوز لوكال سب ديفيجن. حد معايا؟ تمام. ايوه. طب تمام. فانت عندك دي للايت واحد. لو انت عامل له انستنس هيحط على الكل، لو ما مش عامل له انستنس وهتتدبس يبقى لازم تمسك واحده واحده وتزود له الايه؟ سب ديفيجن. يا نهار ابيض، ده اول بند. اه. في بند تاني؟ اه، في الماتيريال. يبقى انا كده اول مكان بحط فيه منه سب ديفيجن او بزود فيه سب ديفيجن هو اللايت. تاني مكان عندك يا شريف اللي هو الماتيريال. فين السب ديفيجن اللي موجوده؟ اهي. فين هي يا شريف؟ اهي. هتلاقيها موجوده في الريفلكشن، وهتلاقيها موجوده كمان في الريفراكشن. اهي. بس كده؟ لا، يا ريت على كده. ده انت اخر مرحله هتلاقيها عندك في الريندر في عندك حاجه اسمها سب ديفيجن. ابسطها لما كنا بنروح نغير هنا اللايت كاش مكتوب هنا ايه؟ سب ديفيجن 500. تخيل بقى، طب هم عملوا ايه بقى في الفيرجنز الجديده يا جماعه اللي هي بتاعت الفي ري اللي هي 5 بوينت كذا او 5 وانت طالع؟ قال لك لا، احنا لسه هنقعد ندوخ الناس في موضوع سب ديفيجن، شيله لي من اللايت خالص وشيله لي عندك من الماتيريال، ما تخليش السب ديفيجن اللي موجوده في الريندر بس. حد معايا؟ ده في الفايف فقط. فايف بقى وانت طالع اللي هي بوينت كذا. يبقى معنى كده ان مضمون سياق كلمه سب ديفيجن اللي هي تقسيمه البيكسل لعدد من الاجزاء عشان يقدر يحسب عليها الاضاءه المباشره وغير المباشره فين؟ في الكادر كله. اضرب بقى الكلام ده في كل الايه؟ سب ديفيجن. بس ملحوظه صغيره، خلي بالك انت ما بتروحش تزود سب ديفيجن في كل اللايتس. انت بتشوف النويز بتاعتك طالعه منين، يعني زي الصوره دي كده يا شريف. خدت بالك؟ بتشوف سب ديفيجن دي تاثيرها جاي من اللايت لبره فبحط فيه، تاثيرها بقى جاي من اللايت ده فبحط فيه. يعني انت ما بتروحش تحط سب ديفيجن اعتباطا على كل الايه؟ على كل اللايتس والماتيريال والرينج. بس انا ده عامله باللي هو 5. الايه؟ في ري 5. تمام، يبقى انت كده هتروح تخلي البروجريسيف هتظبط معاك. وعايزك تجرب ريندر وتوريها. خدت بالك؟ فهي دي الفكره، ما بروحش ازود سب ديفيجن الا في الاماكن بعد تحليلها اشوف النويز طالعه فين وابتدي ازود فيها سب ديفيجن. ده المضمون اللي هو بتاع سب ديفيجن، اللي عنده اقل من فيرجن 5 هيلاقيه في اللايت والماتيريال والرندر. اللي عنده 5 وانت طالع هيلاقيه في الرندر بس. واحنا الكلام ده هناخد الاثنين يعني. وصلت؟ دي كانت الجزئيه اللي هي المهمه اللي انا عايز اقول عليها فين؟ في بتاعت الصور. كده في مشكله عند حد؟ تمام. خلي بالكوا الكلام اللي بقول ده في منتهى الاهميه يا رنا. انا كنت في حاجه بس عاوز اسال عليها. نعم. في السيتنجز، يعني انا اول ما فتحت وجيت اعمل اللي هي الجاما بترجع تاني للديفولت، يعني مش بتسيف اخر حاجه عملناها. لا هي بتسيف. لا بتسيف. لا انا بص حضرتك، لما بفتح كاستمايز ريندرينج وبفتح اللي هو الريندر سيت اب، اوكي حضرتك اللي كنت عاملها لي المره اللي فاتت لو تفتكر، خلي بالك هي بتتغير. خلي بالك هي لا خلي بالك هي بتتغير من فايل التاني، ما بتثبتش على كل الناس. لكن الديفولت، ما انا فاتحه الديفولت عشان خاطر ارسم حاجه جديده. طيب لازم ارجع للستاندرد كل مره. اه في كل فايل جديد.
لكن ما فيش حاجة بتسايف البروفايل اللي هو اللي أنا دخلت تحفظ عليه. ممكن تحفظ السيتنجز بتاعت الريندر كلها اللي هي سيف فايل. لا مش سيف فايل، سيف السيتنجز اللي هي البريسيتس اللي هي بتاعت الريندر. انا هاخدها بقى. تمام اوكي. طيب دلوقتي ده الشوت بتاع حد من زمايلنا دلوقتي، اعتقد يا اما اسراء يا ريم حد. طيب دلوقتي الشوت ده كده موجود، في حد عنده سؤال بعد ما انا جيت شرحت اللي هي موضوع سب ديفيجن؟ انا عندي سؤال لو سمحت يا باشمهندس. قول يا فندم. هو انا يعني لو هعمل فيراي سن مش هعمل اللي هو فيراي سكاي صح؟ يعني يا ده يا ده. ازاي يعني انا شمس هتنفع شمس من غير سكاي؟ لا يعني احنا ما بنعمل شمس، بيقول ان انت عايز فيراي سكاي فبقول له يس. انا قصدي الثانيه اللي هي بتجيب من رندر اللي انت بتعمليه. قصدك بتعملي سكاي من غير شمس. ده وارد. ايوه بالظبط. ان ممكن يكون بعد الفجر بعد الغروب وهكذا طبعا. طيب والجامعة لازم ابقى عامله اللي هي السكاي بتاعت الانفايرمنت ولا لا؟ مفيش لازم، يعني مفيش حاجه اسمها لازم انت تزودي الجامعة. اللي بيحكم عليكي هو الكادر اللي انت بتطلعيه او الشوت اللي انت عايزه تطلعيه. فتبقى عايزه افتح السماء، عايزه اغمقها، على حسب الكادر اللي انت حابه ان انت حاسه تطلعيه. تمام خلاص فهمت، شكرا. طيب في سؤال تاني مهم المفروض حد يساله. طيب بصوا، هو رد جانا على السؤال الوقت اللي انا كنت طالب منه حد يفكر فيه اللي هو ايه. انت قلت لنا موضوع السبديفيجن، طب شكرا. ايه بقى قصه الريزوليوشن؟ ما انت قلت لنا من شويه ان الريزوليوشن دي اللي هي عدد البيكسلز في الصوره يا شريف، واحنا اتفقنا على الكلام ده صح؟ تمام. ايوه. ازودها ازاي بحيث ان اصلا الصوره ما تطلعش مبكسله كده؟ مش بكلم عن نويز بقى، انا بتكلم على عدد البيكسلز. خدت بالك اللي تخليها نقيه، خدت بالك ما تبقاش مبكسله. عدد المربعات اللي موجوده في الصوره ازودها منين؟ مش تزودها منين كمان، انت تزودها وتغير مقاسها. مش فاهم يعني. افرض يا مثلا يا شريف دبستكم بعد شويه في كادر زي ده، او بلاش حتى دبستكم، هو انتوا كده كده كنتوا مدبسين في كادر زي ده كده طولي حد شايف، وكادر زي كده عرضي. وده السؤال اللي ما حد سالهوني الا جنس اللي هو ده. هل ايه ده؟ طب ازاي ده يبقى كده وازاي ده يبقى كده؟ كده وكده انا بتكلم في ريزولوشن كواليتي وبتكلم في ريزولوشن مقاس. يعني حضرتك هتيجي من هنا وتيجي من قائمه ريندرينج على ريندر سيتر، وهتيجي تخش من ضمن الاوردرز الموجوده عندك جوه كومن اللي هي اول حاجه خالص، هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها اوتبوت سايز. مش عارف حد شايفها ولا فيو. تمام تمام. انت عندك هنا اقصى ريزولوشن يا جنة هيطلع كام؟ 800 باي 600. بس ده خلي بالك ده قليل قوي يا جنة. انت لو عملتي كده رفعت ريزولوشن بس 800 بكسل في 600 بكسل قليل. طب انا اعمل ايه؟ لو انت الريشيو او النسبه والتناسب بتاعت البكسل دي عجباكي اللي هي طول وعرض الصوره ده كده عاجبك، احط اللوك ده واجي هنا واحنا بنعمل فاينل هروح ارفعها 2500. هيروح حاطط لك نفس الريشيو ده تحت. هتشايفه؟ تمام. تمام. لا انا انت جنة ما تقصدش كده، هي جنة بتقولي انا عايز اروح اغير المقاس بتاع الصوره زي الشط الاحمر. خلاص يا جنة هتخليه شوت طولي. بس خدي بالك شرط الكلام ده يكون انت عامله كاميرا وعامله هنا شو سيف فريم، خلي بالك عشان الكلام ده يظهر قدام. ايوه. ايه الحل يعني؟ هتيجي هنا ده الويتس وده الهايت، هخلي هنا الارتفاع عندي 1200 وادوس انتر. شيل اللوك، هرجعه تاني كمكانك، هشيل اللوك واكتب هنا اهو 1200. وبص بعينك كده ايه اللي حصل للكادر. بص كده لما تيجي تعمل رندر اتغير خد طول. حد معايا ولا؟ تمام. يبقى انا كده لو انا حبيت اغير شكل الكادر والنتيجه اللي تطلع، يبقى انا باجي هنا من جوه كومن اهي ومن عند اوتبوت سايز وبغير درجه الريزوليوشن وارفعها. ولو حبيت ان انا اغير ويتس والهايت ده براحتي طبعا، مع الاحتفاظ بريشيو او لا. لحد كده في مشكله؟ تمام. لا السؤال ده ممكن يخلي اللابتوب بتاعنا يعلق او ال 3 دي ماكس يقف كل ما نزود الريزوليوشن. طبعا ما انت ممكن تزود الريزوليوشن لحد 10000، بس احنا مش هنزود 10000 يعني. 2500 مناسب، 3000 مناسب، طبعا بتختلف على حسب بقى كارت الشاشه والرامات بتاعتك. تمام. ده هي مش هي دي المشكله، ان انت لما بتيجي تزودي هنا السب ديفيجن بتقسم لك كل بكسلايه من هنا كذا جزء كمان. خلي بالك انت معايا. طيب في سؤال دكتور، هو انا لما عملت الباكت اللي حضرتك قلت عليه ده، الوقت بتاع الريندر بقى تقريبا نفسه 10 مرات مثلا. طبعا. طبعا. بس هتبقى افضل من انت تشوفها كده. ما كده كده.
خدت بالك يعني، طلعها وبعتها لي. هتطلع على اخر السيشن ان شاء الله. لا ما اعتقدش. انت ليه يعني؟ هي حاليا ما كملتش عش الطريق. طب شيكو ينفع تعملي شير ليها؟ ماشي يب. ممكن تديني بيرميشن؟ اديتك بيرميشن طبعا، ده انت شريف يعني. وانا جبت لشريف، انت بتهزر. هو محمود ما جاش النهارده؟ معرفش. لا انت كده في عندك حاجه بقى يعني، هي ما تبقاش بالتقل ده، انت فاهمني يعني؟ اديني كده ابروف يا شريف. طيب تعالى بقى نمشي هنا كده واحده واحده. كلوز ده، كلوز ده، ودايما وسع لنفسك الشريف الايه شاشه عشان تعرف تشتغل يعني. الويندو دي لو انت مش حاببها اخفيها، اللي هي بتاعت العناصر. وتاني حاجه يا جماعه، انت عندك، انا بسجل الكلام ده خلي بالك عشان زمايلنا اللي هم مش موجودين. باجي هنا كده على البلس واجي اقول له هنا شو سيف فريم، مش عارف انا مش شايفها يا شريف قول لي. صحيح اللي هي شفت اف، فده الكادر بتاعك اهو. حلو، تعالى بقى نمشي واحده واحده. انت حاطط لاين، مش عارف حاطط نوع ايه، بس انا هاجي اطلع هنا من قائمه ريندرينج على ريندر سيت اب. جايه انت معايا صح؟ مع حضرتك. طيب هتيجي هنا اهو كده، ده في ريت اب الدنيا تمام. طب انت عندك هنا، استنى اكبر الشاشه عندنا اهي عشان نشوف. وهاجي هنا كده، انت حاطط 1300 في 700 وشويه ماشي، بس خليها معلش يا شريف الايه الحاجات اللي هي الستاندرد. انت دي انا مش مغيرها اساسا. طيب دي الستاندرد عندك كده، دي خليها كاستم عشان ما تبقاش فيديو. تمام. واجي اغير دي كده، هنزل الكادر كده شويه. انت عامل دي فيري كاميرا ماشي. واجي انزل فيديو كده شويه اهي. خلاص، وهجيب دي كده على جنب شويه اهي. واجي اشيل من هنا ريشو يا شريف اهي اللي هي دي. وقول لو سمحت خلي الكادر ده طولي، خلي بالك انا قللت ده يعني، ممكن اخليه 1600 مفيش مانع. طيب خلي هنا الارتفاع بتاعنا زي ما انا عملت عندي من شويه 1200. تمام. لا ما حصلش حاجه، شيل الريشيو طبعا. ما انت خلي بالك شيل الريشيو ده عشان ما تيجي تكتب هنا 1200 يزيد هنا بس. خدت بالك؟ وتبتدي تظبط اللي هو ايه؟ الكادر بتاعك طالع ازاي؟ او في انهي حته؟ طيب؟ اوكي. وتخش ايه زوم ان كده عليه كمان شويه. ده الكادر اللي انت المفروض يظهر عنه ماشي. ثم ظبطت ريزوليوشن خلاص وظبطت الريشيو، عايز ترفع السيتنجز دي او الارقام دي وانت بتفاينل براحتك. نخش بقى هنا على الفي ري. انت عامل هنا كام؟ انت خليتها هنا باكت. طب تمام، هنا ما فيش نويز. طب تمام، في عندك ايه كمان؟ انت حاطط هنا الماكسيمم سب ديفيجن، حطه كام يا شريف؟ 30. لا اللي فوقيها مكتوب ايه؟ دي المينيمم. المينيمم سب وده الماكسيمم. الماكسيمم سب ديفيجن ده هتيجي تقلله ليه؟ ده احنا بنروح نرفعه وقت ما يكون في حلايا او في كرانيش او في تفاصيل في الجبس او تفاصيل في الخشب. كل ما هتيجي تزود القيمه دي طبعا انها بتاخد وقت اكبر، كل ما انت الدنيا بتاع عندك ايه بتزيد. طب انا هعمل ايه؟ هتيجي تقلل القيمه دي يعني، مثلا تعالى خليها هنا 20، ممكن اخليها 8، ممكن انزل بيها زي ما بيحصل عندي مثلا وانا بعمل تيست عايزها تبقى بسرعه معايا. خلي دي كده مثلا 10. طب والمينيمم؟ المينيمم هنا اهو هنخليه مثلا فرضا هنا اهو 8. اوكي. في عندك انت هنا مزود ايه كمان؟ مش عارف انت عامل جاما ولا لا يا شريف؟ عامل جاما 2.2 ومشغل انهي جاما؟ الاثنين. طب تمام، تعال نخش هنا نشوف الجي اي ريديانس لايت كاش. وده عمرك اساسا اوعى تعملها ميديوم وانت بتست، اوعى. تعال هنا لايت كاش. ما كنتش بتست، انا كنت بعمل اللي هي فاينل. لا هي كنت ببعتها لحضرتك. اوكي. شوف كده بقى اسرع. ممكن اجي بالسهم ده كده. خد بالك عشان المكان اللي انا شاور بيه هو اللي يتعمل له ريندر الاول. وممكن اعمل هنا كمان ريندر على الريجن كمان على المساحه اللي انا عايزها، احدد مساحه هي اللي تعمل لها ريندر.
اعتبرك. تمام. خليه يخلص وري. اوكي. ماشي. اوكي. طيب. لحد كده يا جماعة في مشكلة عند حد؟ قبل ما هي تراندر وتخلص في سؤال مهم جدا يا شريف المفروض حد يسألني. ايه هو؟ لا ما هو المفروض حد يسألهم. لو تحبوا نطنشوا يا جماعة نطنشوا، مع انه سؤال مهم. أنا كده عرفت إزاي أغير ال لا مش دي ده الشيب بتاع الصور. لا الشيب بتاع الصور اه، بس في سؤال مهم مهم جدا يعني. جهاد وشاهين ده موجودين، وكارلوس صديقي اللي ساكت اهو موجود. معرفش السؤال والله. فين رانا كمان؟ طيب لو عايزين نطنشوا نطنشوا، مع انه خلاص الاهميه يعني تقريبا. لا ما نطنشوا يعني تقريبا الناس هتتزني في موضوع الشاسيه حتى تحتاس فيه. طب حضرتك ممكن تساعدنا؟ اي حاضر. طيب مش انت عندك الشاسيه اللي انت بتعمله بيبقى محدد المقاسات وكل حاجه تتحط جواه بمقاس؟ تمام. طب معلش يا شريف، هي الصوره اللي انا هطلعها دي هي كام سم في كام سم يا جماعه؟ 80 في 60. لا اللي انت بتقول عليه ده بيكسلز. لا انا عندي في الشاسيه بشتغل بالسنت. ومحدد ليا ان انا احط مقاس ورقه الاسكيل بتاعها يعني؟ جدع. اللي هي A4 او A3 محددة القيمة عشان الشاسيه ما يخلص. اعمل الكلام ده ازاي؟ ده سؤال. ولا حد شايفه مش مهم؟ لا مهم. مهم بالذات للبرزنتيشن. اعمل ايه بقى؟ حاول. حاجة هنا من قائمة ريندرينج. الله، احنا على فكرة ما اتفقناش صح؟ تعملش عليا. عليا. مش دي كده حاجة زيادة؟ لا خالص. ما محدش ما حدش جاوب يا شريف. ماشي ده عشان حبايبي يعني. مش بص، هتلاقي في عندك هنا من ريندرنج، هتلاقي في عندك حاجه اسمها برين سايز اسيس، هتشايفها. تمام. الله، بيقول لك بقى الصوره بتاعتك اللي انت هتروح تطلعها عايزها مقاس كام. هو شغال انش كويس احسن من بيكسلز، او شغال ملي. ما انت خلي بالك، انت ممكن تختار مقاس ستاندرد او حتى تختار من هنا انش او سنتي. هتشايف ايه ده؟ ولا ينفع القيمه بايديا؟ طبعا. هي ايه ده؟ هي في حاجه يا شريف اسمها دي بي اي، اللي هي ايه؟ كرولز دوتس بير انش. جدع. عايز تحط انت ما عندك دي مقاس الصوره طول وعرض، عايز تحط في الانش المربع كام بيكسل؟ نتيجه ضرب ده في ده هيطلع لك الريزولوشن اللي انت حاططها هناك يا شريف. اهي تمام. بس مش حضرتك قلت ان احنا ممكن نتحكم في حجم البيكسل؟ طبعا ممكن اتحكم في ممكن اخليها 100 هنا، ممكن اخليها 50. بس كده حجم البكسل ولا كده حجم؟ مش حجم البكسل، عدد البكسل. دي عدد البكسل في الانش. دي كده بالانش او كده ملي او كده انش. خدت بالك؟ تمام. فانت كده هنا بترفع الريزولوشن بتاع مين؟ بتاع الصوره اللي هي دي بي اي. طيب وبعد كده بتيجي تقول له هنا ريندرنج. في زيتونه هنا في منتهى الاهميه، حد يحب يعرفها؟ ريت. طيب انت لما بتيجي تعمل ريندر كده من بره من هنا، كانسل دي. طيب. وتيجي تقول له هنا سيف، ما اتفقنا ان السيف اللي موجوده هنا في الهيستوري يا جماعه اللي هي دي، انا بعمل سيف كبريفيو لنفسي مش اكتر، صح ولا لا؟ صح. لا يا فندم، عايز اروح اعمل سيف كصوره عشان اروح اطبعها، مش انت بتيجي تدوس هنا على الديسك واجي اقول له لو سمحت انا اروح اعمل لي سيف للفايل ده اهو كذا. بتيجي انت تختار ايه هنا باي ديفولت من غير ما تفكر؟ جي بيج. اوعى، دي غلطه السنين بقى. ليه؟ لان انت عندك هنا الجي بيج اضعف ريزوليوشن انت ممكن تاخده باضعف الوان ممكن تحصل عليه. فمعنى كده ان انت عندك الكادر بتاعك مش هيطلع بالوان طبيعيه. ايوه، يعني ايه الوان طبيعيه؟ مش احنا يا جماعه التارجت بتاعنا ان احنا نطلع بدرجه ريالتي في الصوره 100%؟ تمام. ازاي ان انت عايز تروح تجيب درجه ريالتي 100% وانت اصلا مختار اكستنشن ضعيف اللي هو الجي بي اي جي؟ اللي هو هو اصلا هو الجي بي اي جي ده كام كالر يا جماعه؟ 16. ما اعرفش، مش عارف. اللي عارف يرد، ما حدش عارف. ده اللي هو 256 كالر. حد معايا ولا فين؟ تمام. طب تمام، لا انا مش فاهم ايه حته 256 كالر. هقول لك، مين فيكم شاف الشعب المرجانيه بتاعت شارم او الغردقه والكلام ده؟ حد شاف الالوان بتاعتها من الصور حتى؟ لو انت حبيت ترسم الكلام ده وتجيبه صوره عندك واخترتها جي بيج، هتلاقي الالوان اللي موجوده عندك في الصور دي ابتدت تتحرك للاقرب لون، لان الالوان اللي هي الصريحه الواقعيه مش موجود معايا. فانت كده بتحصل على صوره مزيفه.
لان اللون اللي موجود في الصوره مش هو اللي موجود في الطبيعه. انت معايا يا جنه؟ اه حضرتك. طب تمام. ايوه طب اعمل ايه يعني؟ خلاصه عشان احنا صدعنا. هقول عندك حاجه من اتنين، يا اما انت تروح تختار الاكستنشن بتاعك اللي هو تي اي اف اللي هو ده، يا اما تختار اللي هو في اكستنشن تاني اللي هو اسمه بي اكس ار، مش عارف حد شايفه معايا اه ولا لا. اه هتشايفه؟ تمام. ايوه ده ماله يعني؟ هو المتاح المتعارف عليه اللي هو تي اي اف. تي اي اف اللي هو بيقدم لك كام كلر؟ بيقدم لك في عندك 8 بيت، في 16 بيت، في 32 بيت. ايوه اللي هم البيت اللي هم كام يعني؟ 16 بيت اللي هي بتوصل معاك لحد 16 مليون و576 الف وشويه كلر. حد معايا؟ يعني انت هتجيب الصور الالوان الطبيعيه اللي بالفعل موجود. تمام. عشان كده لما جيت خرجت من هنا وجيت انت هنا من ريندرنج وانت بتعمل فاينل، هتيجي تعمل فاينل من هنا في برنت سايز اسيستنت اللي هي دي، ودي تقول له انا عايز اسيف الفايل، هتلاقي مين بس اللي موجود يا شريف؟ تي اي اف بس. شكرا. حتى كمان انت لما تيجي تسيب الصوره اللي هي دي كده يا جنه وتيجي تقول له هنا سيف، هيخيرك ما بين ايه؟ وانت بتعملي هنا كده ريندر اهي كده، هيسيب لك الصوره باي ديفولت اصلا اللي هي تي اي اف. هتلاقي في بعض الاحيان ممكن تلاقي بقى في اختيارين، يا اما 16 بيت يا اما 32 بيت، هنختار دايما اللي هو 16 اللي هي في المناسب يعني. بس هو احنا دايما محتاجين ان احنا نسيف بالتي اي اف. التي اي اف ده في الفاينل وانت بتست خلاص بقى جيباج مش هتفرق معاك وهكذا. بس احيانا خلي بالك وانت حتى تعمل تيست عشان تحس بدرجه الريالتي بتاعت الصوره، خليها تي اي اف لو حابب يعني. طب انا عندي سؤال، هل يا ترى لما اجي اخد الصوره واحطها على الفوتوشوب هينفع ادخل التي اي اف على الفوتوشوب؟ اه عادي جدا. اه ايه المانع؟ اه يعني بيسبورت التي اي اف او اي حاجه تانية؟ اه طبعا. اوكي طب تمام وصلت؟ خلي بالك والزيتون اللي احنا كنا عاملين نتكلم فيه ده مهم. مهندس قول يا فندم. هو انا بس ايه عايز افهم بس اللي انا لما اجي اغير، لما انا كنت بختار انا لما كنت بختار من القائمه ان انا اختار يعني مقاس الصوره نفسها او مقاس الورق اللي هيطبع عليها الصوره، كنت تقول لي انه بيطلع لي بعد كده المقاس اللي هي بتاع الصوره نفسها. طب هل ده بيغير حاجه مع ده؟ انا مش فاهمك خالص. ما خدت بالي. شوف انا هنا لما قلت لي ان انا بختار طول الورقه وعرضها طول الورقه وعرضها والبيكسلز بير انش تمام. فبيغير لي هنا المقاس بتاع الصوره نفسها اللي هو بتاع طبعا طبعا بيغير لك المقاس اللي انت حطيته هناك. ما هي هي اصلها واحد، دي مفيده على دي، دي الايمج سايز اهي، ده الويدث والهايت اللي احنا حاطينه هنا في ريندر سيت اب اللي هو تمام. فهمت. خدت بالك؟ بس هنا بدل هنا بيبلوره لك فين؟ هنا في ريندر سيت اب برنت سايز اسيستنت هنا بيحطوا لك انت عايز تعرف مقاسك بالانش او بالملي، فاهمني؟ وكل ملي من دولت هيحط لك فيه هنا كام بيكسل او دي بي اي او كام دوت. تمام. انت معايا ولا فين؟ وبتحفظه تي اي اف. اي كنت بحفظه ازاي بقى تي اي اف؟ اي باجي هنا كده واجي اقول له هنا تي اي اف واديله اسم. هو هتبقى باي ديفولت على طول ان هي تي اي اف ولا بقى؟ اه هي ده غصب عنك. اه هنا اهي ما بيديناش سماحيه يعني. تمام. وصلت؟ وصلت يا جماعه؟ تمام. عشان لو حصلت لك مشكله زي كده. بص الكادر ده كده ده بتاع شريف. فهو شريف عنده فيه نويز اللي احنا شفناها، عشان في الغالب كده هو كان حاطط ماتيريال والماتيريال يقعد ريفرش. فانا مسكت هنا اي كوره من الكور اللي هي بتاعت الماتيريال اللي هي دي. وليكن دي. وممكن اغير طبعا، احنا لسه ما خدناش ماتيريال خالص. واخد بالك؟ كده اهي حسن. وهمسك الكتل كلها، حاجه اخفي بس اي حاجه لايت، اي حاجه كاميرا، اي حاجه من الحاجات اللي موجوده. تمام اهي. في الغالب يا شريف انت كروتني في شكل الشباك ده بس شغال. لا صدقني، لا صدقني عيبان اهو اهو. بدل ما انت مشيت على الشكل كله انت خدت عملت عصيان ودخلتها في جوه الحيطه صح؟ اه ماشي. شغلها الرندر. اوكي تعالى هنا كده وتعالى نشوف المساحه اللي جوه اهي. تمام. تعالى بص كده، انا ما حطيتش اي ريفليكشن خالص. تعالى نعمل هنا كده ريندر. طب ايه الحل؟ طب افرض ان انا رحت حطيت ماتيريال زي اللي انت بتقول عليه، مفيش اي مشكله، بس انت هتروح تضطر تزود السب ديفيجن فين؟ فين؟
في الريفلكشن انت حطيته عشان يشيلك النويز. ومش حضرتك قلت ان انا 5 ما عندوش ريفلكشن؟ ما عندوش سب ديفيجن، يبقى انت هتروح تزودها في الريندر. وفي الريندر في عندك حاجه اسمها من جوه، حاجه لما نيجي ناخدها حاجه جوه الاليمنتس، هتلاقي في عندك حاجه اسمها في ري دينايزر. الفي ري دينايزر ده اللي هو بيشيل لك النويز من الداتا اللي هو فين، عشان تجربه بردك وتوريني تبعته ان شاء الله. يعني انت هتيجي كده عندك على اللي هي ريندر اليمنتس اللي هي دي، وهتيجي هنا عند كلمه اد، واجي اختار الفي ري دينايزر اللي هو ده كده. لو في اي نويز عندك هيبتدي ان هو يحصل، بس ده الكلام ده في الفاينل. وانت بعد ما رفعت السيتنجز وبعد ما رفعت السب ديفيجن اللي موجوده جوه الريندر وقت. هي اللايتس ليه اختفت؟ فين؟ في لايت في النص مش موجود. لايتين. قصدي السن لايت. لا لا غير السن لايت، اللي هي اللايتس. تعال نشوف موضوع السن لايت ده اختفى ليه. يعني هنا ادي برسبكتيف اهو، واخرج بره، وفي الغالب عشان رحت غيرت الماتيريال بتاعته قفلتها. لا انت عامل عصيان بس. وتعال نمسك هنا اللايت، يعني هاجي اظهر هنا الكاميرا وادي هنا اللايت، وده هروح خليه هنا كاميرا اهي، وهاجي هنا للسان لايت اهي اهي. وخلي بالك انت منزله على مستوى الارض، فانت يا اما ترفع الكتله كلها، يا يعني تعالى نشيل السان ادي اللايت، وهمسك كل ده كده واطلع بيه على مستوى الارض معايا، واجي هنا ادي اللايت اهو، لايت كده عندك على الارض، وادي الكادر بتاعك، وان هي دي شمس، فهاجي اكبرها كده، خدها من بعيد. هتعمل حاجتين يا شريف اهي، حاجه اقول له هنا كده جوه موديفاي سايز ماس فير، هكبرها. كنت عاملها قليله علشان والايمت ريديوس كمان، الايمت ريديوس اللي هي كميه الريز اللي جايه لي من الشمس اهي. شايفها؟ تمام. انا كنت عايزها واطيه، ده قصدي. لا هي مالهاش علاقه بالوطيان، بالثيكنس نفسه. انت عايزها عايز الاضاءه عندك تكون قليله، عندك الدنسيتي بتاعتها اهي، خليها 0.3. عايزها تبقى طالعه زي الكادر او زي الشوت اللي هو ده، والاشعه بتاعتك اللي هي لونها بس دي كده ما تبقاش واطيه، ما ينفعش. تمام. يعني دي هتخليها الستاندرد وتغير عليها، يعني تزود عليها. تعمل كده ريندر وتشوف تشوف ايه الايفكت بتاعتها. هو كده مفيش نويز؟ لا كده مش هيطلع نويز، انت قايل له في ريدي نويز اهو. الريدي نويز ده بيشيلك، هو لسه كده مخلصه، لسه هياخد شويه. تمام. يبتدي بقى يشوف البكسلز، يمسك بكسلايه بكسلايه، يبتدي يطلع بقى الايه، يحسب اضاءات مباشره وغير مباشره. والشادو بتاع الارض يظهر، والايفكت نفسها تظهر، وشكل السبوت تظهر اللي احنا لسه ما اتكلمناش فيها. تمام. ممكن اجي هنا بالاسهم دي كده، عشان يبتدي ان هو يروح يعمل لي ريندر الجزء اللي انا بقف عليها بالماوس اهي. شايفه؟ تمام. يعني كانك انت بتوجهه يعني. تمام. خلاص انا هبقى هرد لك الفايل ده، تعمله ريندر وتبعته، يعني تورينا ايه النتيجه بتاعته. فايل سيف اهو. وهاجي هبعته لك تاني. ريما عندها مشكلة في النت، مش مشكلة يا ريما، لو في أي حاجة قوليها أنا هعيدها لك ألف مرة. طيب في حد عنده سؤال؟ حد عنده استفسار؟ لا تمام. طيب أنتوا عايزين الامتحان صعب ولا رخم؟ بس ولا جاوب أنا؟ أدبسكوا صعب أحسن من رخم. لا بالعكس، يا ريته رخم. فين محمود دلوقتي؟ كان بينكش معايا دلوقتي. انتوا سايبين لي الموضوع يعني. طيب ولا صعب ولا رخم، بس هو سؤال بس انا عايز ايه حد يجاوبني عليه. لو انت عايز تروح تنور النجفه دي، تفتكر هتستخدم اي نوع من انواع اللايت؟ ارتفيشال او ممكن المشي. حلو، يبقى انت كده عندك من اللايتس اللي موجوده، في عندي احنا خدنا فين لايت، وخدنا ديسك لايت، وخدنا مش لايت، صح؟
بالظبط. أنا واحدة فيهم على حسب الشكل، مش فاهم يعني نجفة زي دي كده. أعتقد سفير. أي أسد؟ لا، هو ولا السفير احنا خدناها ولا الايس خدناها، بس هي هتبقى سفير لايت. بس المقصود من سؤالي قبل ما تحددي نوع الاضاءه كتول هتاخديها من 3 دي ماكس او البي راي، لازم تحددي شكل الاضاءه زي ما جانا قالت. انا مش فاهم انت تقصد ايه. يعني انت لو عندك مثلا شكل مثلا من ضمن الاشكال اللايت، اهم حاجه تحللي اللي انت هتستخدميه. يعني مثلا عندك هنا اهو لايت زي ده كده، ده تفتكري هتعملي ايه؟ ده شكله سفير، اخد الشيب او الفورم بتاعت السفير. حلو، واخد نفس الفورم بتاعت السفير، بس هل انت قادره تحددي الشيب باللمبه اللي جوه؟ مش قوي الصراحه. حلو، فانت ممكن تعملي شكل اوبجكت وتدي له مش لايت. تمام تمام. طب انت عندك شريف، انت معانا يا شريف صح؟ شريف عندك اللايتس اللي هي موجوده جوه البسين دي، ده نوع ايه؟ سفير عادي جدا. ممكن، لا ممكن تبقى ديسك. خلي بالك احنا لسه ما شرحناش السفيره دي. ممكن تبقى ديسك لايت، اضاءه جايه لي من واجهه واحده، انت مش محتاج السفير اللي بتنور لك 360 درجه. تمام. يعني اللي انا اقصده مش مهم ان انت تروح تستخدم لايت بقدر ما انت مهم تفهم ايه اللايت اللي موجود عشان تجيب اللي شبهه عندك من جوه الماكس. زي ما قلت لك قبل كده توظف الماكس بقدر استطاعتك ان انت تحلل الشكل. طب ده يا عم زي النجفه، ده مش مش لايت. ليه؟ لان شريف هنا ما هو شايف الايفكت، مش شايف الماتيريال كازاز كقماش للشافوه نفسه، هو اصلا مش شايف ايه اللي جوه الشافوه. انتوا معايا ولا فين؟ فكده يمسك الاوبجكت ويعمله مش لايت. او زيتونه ثانيه حد يحب يعرفها؟ اكيد. طيب لو حضرتك جيتي هنا كده، ده اوبجكت اهو وعايزاه ينور، والمش صعبه وخطواتها طويله سنه سيك، ممكن اروح انور بالماتيريال. يعني ممكن اجي هنا كماتيريال واخد اي كوره من دول واجي اخش على الفيري ماتيريال. هتلاقي فيه من ضمن الموجود في عندك هنا ايه؟ فيري لايت ميت. تمام، يبقى انا كده اقدر اروح انور الكتله بتاعتي بالماتيريال، احط لها هنا لايت واحط المالتي بلاير بتاعته واحط كمان شكل تيكتشر لو حبيت. انا مش فاهم، تعالى كده اهي واجدلها مثلا درجه لون كذا. بص كده لما تيجي تعمل رندر ايه ده وتديني افكت. اه طب لا تعالى مش باينه، هي الاضاءه ضعيفه، تعالى نزود لها الافكت شويه. يبقى انت كده عندك المش لايت، ممكن اروح اعمل بيها مش. لو انت شايف ان خطواتها طويله شويه، انت عندك الفيري لايت بتأدي لك نفس القصه. حد شايف حاجه؟ تمام. انا اسهل هي دي سهلة، بس هل يا ترى دي برضو نقدر اللي احنا زي نعمل يعني نفرق اللايت من على الاوبجكت نفسه؟ لا ما انت لا بس انت مش محتاجة بقى تفرقي. ليه؟ لان انت بمنتهى السهولة تقدري تشيل الماتيريال، وبمنتهى السهولة تقدري تحطيها تاني على حسب الكورة او السفير اللي بتستخدمها في الماتيريال. يعني انت مش هتبقي مضطرة ان انت تعملي اكسكلود لاصل الاوبجكت من الماتيريال، مش مضطرة. انت كل اللي انت هتضطري له ان انت تغيري الكوره او السفير اللي انت بتستخدمها في الماتيريال. وصلت؟ قبل ما احط اللايت اساسا اعمل كوبي من الاوبجكت. يعني وممكن حتى لو ما عملتش كوبي في فيدي بالذات الفيري لايت ما فيهاش مشكله. وصلت؟ يبقى انت كده برضك كل اللف والدوران اللي انا بعمله مهمتك ان انت تحلل شكل الاضاءه اللي انت محتاجها عشان تعرف تختار انهي واحده من اللي احنا بناخدها. طب حضرتك بقى في النجفه، ده السؤال اللي كنت بساله لك، هستخدم مين؟ طيب السؤال يتقال كالاتي، هو انت عايز تدي ماتيريال او النجف اللي انت هتشتريها دي ازاز ولا قماش، ولا مش هتفرق معاك عايز تنورها؟ لو انت عايز تنور الشابوهات نفسها بنفس القوه خلاص، يبقى انت تروح تعملها فيري لايت اسهل من مش لايت. لا والله ده انا هديها ازاز في المخيله بتاعتك ومن جوه هسقط لها لايت، يبقى انت تختار السفير لايت اللي احنا لسه ما حطيناش. وصلت؟ تمام. طيب عايز احط هنا اللي هو السفير لايت، بمعنى نفس الكلمه اللي هي بتاعت سفير لايت، ايه بيعمل ايه؟ هي عباره عن نور بتنور لك 360 درجه. وده نوع من انواع اللايتس اللي هي اللي موجوده، ادي هنا سفير لايت اهي. شكلها اهو، شكلها شكل سفير دائري بتنور لك 360 درجه.
ليها نفس البارامترز اللي احنا خدناها في البلين لايت والديسك لايت. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا هاجي هنا كده للنجف وهاجي هدوس هنا الت كيو وهاجي هنا كده جوه الفي ري لايت واجي هنا اهو كده اروح جاي عامل سفير لايت واحده كده. هو الت كيو ده اللي هو ايزوليت يعني؟ اه بيعمل ايزوليت، بيخفي لي كل حاجه ما عدا اللي انا مثلا. طب احنا ليه نخفي الحاجه لو عشان الزحمه بس. اوكي تمام. بص كده واجي اعمل دي كده اهي واطلعها، انت بتظبطي واحده بس. يعني انت بتروحي تسقطي اللي هو السفير لايت مكان الشمعه او فوق الشمعه. حد شايفها؟ تمام. طيب هكررها ازاي لو حد فاكر؟ البيفت نغير مكانه ونعمل روتيتلي. جدع. هاجي هنا فيرتكس، اجي اخد هنا بيفت اهي واروح جاي واخد هنا كده كارلوس اهي واجي اقفل شكرا واجي هنا روتيت وحاجه اقول لو سمحت اديني هنا في الانجل سناب انا محتاج 6 فانا هكتبه هنا 60 لو حد فاكر اهي واجي اقول له هنا شافت واروح جاي واخد منها كذا نسخه واقول له لو سمحت اديني 5 غير الاصل. بس ساعتها تبقى كوبي ولا انستنت؟ ما هو انت ايه يعني دبستيني كده كنت ايه هدبسهم في حاجه؟ حاجه خدها كوبي ولا انستنت يا جماعه؟ المفروض انستنت. اه ليه بقى يا جنه؟ عشان التعديل مش هقعد اعدل بقى في لمبه لمبه ان شاء الله ما اتعمل، فانا هاجي اخليهم انستنس عشان التعديل في واحده تعدل. اجي اطلعهم كده يا جنه، شيل بس الويند بتاعت الزوم دي كده فوق واجي اشيل الايزوليشن خالص تمام، وهاخد واحده من اللايت ده ولو الدنيا عندك زحمه فانا هاجي اعمل ايه؟ لوك ولا الت كيو؟ لا حاجه اقوله هنا اختار اللايتس بس عشان لما اجي اعمل سيلكت كده يمسك لي اللايت فقط، عشان لما تيجي تاخديه كده ما يحركش اي حاجه غير اللايت. اي حاجه اقول له شافت واروح ساحب كده. هتشايفها؟ تمام. واعمل لها اعمل ريسيت للايه للبيفوت بتاعتها واجي اغيرها واحطها هنا في مكانها. اه بس انت خدتها انستنس ولا كوبي؟ انستنس. لو انت حابب ان انت الاباريك نفسها تكون ليها قوه وشكل واضاءه مختلفه براحتك. تعالى هنا كده اهي. شفت ولا طالع كده اهي. اوكي مفيش مانع دلوقتي ان انا اشوفهم اهم، بس هي هم مش محطوطين جوه يعني. لا ايوه تمام اهي اهي. واجي بقى اخد منهم نسخه الناحيه الثانيه برضك انستنس اهي. طبعا انا ما لعبتش في سيتنجز، انا يا دوبك انا رحت عملت واحده بس. تعال نخش هنا كده من موديفاي، طبعا نوعها والتارجت بتاعها والريديس حجمها، عايز اغير القيمه بتاعتها اخليها مثلا فرضا هنا 300 بصفه مبدئيه ونجرب. درجه اللون بتاعتي اهي، طبعا هتلاقي فيها نفس الاوبشنز انت عايزها بعد تو سايد هي كده كده دائريه انفيزبل نودي كي البورتال زي ما احنا خدناها بالظبط. تعالى ناخد من هنا كده ونعمل رندر. هتشوفها كده نورت؟ اه بس خفيفة جدا. اه خفيفة. ما تنساش ان انت عندك سما. تمام. يعني تعالى نعمل كده سيف اهي. وهاجي هنا كده الانفايرمنت ريندرنج انفايرمنت واجي هنا مش عايز ماب خالص اهي واجي اعمل هنا كده ريندرنج خالص. طيب سؤالي يا دكتور، هو برضه مش بيعتمد على درجه اللي هي الماتيريال اللي انا بديها للشابو؟ طبعا. يعني اذا ترانسبيرنت او لا؟ اه طبعا، لان هو بدليل كمان ان هو مش ظاهر اصلا اللايت خارج حدود الشابو نفسه. اهي حاجه اقفل دي كده اهي اشيل انيبل. بص كده لما تيجي كده كده انا طفيت بقى السكاي لايت وطفيت كمان السان لايت. بص شكل الايفكت بتاعها هتلاقيه مختلف تماما عن ما كان من شويه. ابتدت تظهر؟ اه بس هو برضه مش منور المكان يعني يمكن بقى علشان احنا الماتيريال نفسها قافله عليه.
طبعا، لان انت عندك المكان منور من تحت الشابو نفسه، ان هو مش من فوق مش واخد ماتيريال، خدي بالك يعني. بصي اوكي تعالي كده، دي كده اهي، بص الشابو نفسه من فوق مظلم اهو. طب احنا لو زودنا حطينا لايت بلين مش ممكن ينور المكان اكتر بلس لا، هو انا طفيت الكلام ده عشان اوريك شكل الافكت نفسه عامل ازاي، فاهماني؟ يعني الجامعة؟ انا ايوه طفيت فهمت. اللي هي السكاي لايت. لو انت رحتي مجرد انت غيرتي شكل ده كده، اللي هي الماتيريال اللي احنا اللي موجوده عندك على الكتله، الموضوع هتلاقيه اختفى، هتلاقيه اختلف قصدي، يعني لما نيجي نفك دي وننا نحط دي ازاز او قماش وكده، هتلاقي الموضوع اختلف عندك. اوكي تمام وصلت؟ وصلت. وصلت رجاله ولا لسه؟ تمام طيب جربوها كده ونوروا النجفه ورجعوا. هو الريندر خلص يا دكتور، فعلا مفيش ميز خلاص. تمام، ابعت لي الصورة على الواتساب. اوكي. دي مرايه مثلا، انا لو انا حبيت اعملها عامله زي لحد ما ناخد ماتيريال، الاول هروح اعمل اوبن جروب، ثم هاجي اشيف هنا اهو، ادوس وان كليك على الماتيريال وهاخد اي كوره، عشان ده يبقى ازاز الديفيوز هنا ده هخليه هنا لونه اسود، الريفليكشن هنا هخلي درجه لونه ابيض، مش هعمل اكتر من اشيل علامه الصح على كلمه ستريتن ريفليكشن، واعمل كده اساين. مرايه ولا مش مرايه؟ معرفش الصراحة. هتبان في الرندر بقى. جدع صح، ده الإجابة الصح، إن الكلام ده مش هيظل في الرندر. دي مراية فعلا. أنا لسه مش شايفة صراحة. يعني انعكاس الشباك فيها أهو. كده بدأت تظهر. يا بس دكتور خد احنا بالك، بنختار اي كورة اي سفير، ونغير. اوكي بس خد بالكم من زيتون الاله شريف، هل مكان الشمال ده متغطي او لا؟ وتاني زيتونه خدوا بالك، هي اصلا شمس ولا سكاي؟ يلا ناخد من اللي ناخد فيها كام دقيقه؟ ربع ساعة ده كتير، ده كتير. 10 دقايق. حضرتك كنت قلت على فكره ربع ساعه. بس يعني ما انا حليتها لكم خلاص، يعني هي اصلا اصل الشيب هترسمه ازاي؟ حد فاكر الارش اللي احنا اشتغلناه؟ لا انا حاسس ان ده دورية على مربع عادي. بالظبط. عادي جدا، ادي الدورية اهي صح؟ وادي الدورية التانية اهي صح؟ بالظبط. كل دي دوريات. اول دي طيب. بص واجي هنا اعمل دورية كمان اهي، دي بقى دورية بجد اهي، صور كده اهي، ثم ونشتغل اقفل بالادت السلايد اسبلاينت. وهتيجي هنا كده يا كارلوس، هاجي اقول له هنا ايد سبلاين، واضح ده ان الراجل طالما بيحلها هيدبسنا في حاجه تانيه، خلي بالك. لا لا صح يا جنة؟ ان شاء الله. لا طيب هاجي هنا سيجمنتس، واجي اروح جاي واخد دور الديليت، هشيل اللي هي كروسنج او ويندو، اعمل دي كده اهي ديليت، ثم هاجي هنا في الجزئيه اللي تحت، اروح جاي قايل له هنا ترم، واروح واخد اصحابنا دورك كده اهي، واجي هنا كده فيرتكس، واروح ماسك كل دول. ما تنسوش مين ولد بس اهم كمان من ولد، ان انت ترجع وتخلي ده سموث او نعم، لان بلاقي الناس كتير قوي تنسى موضوع ادابتيف او ديسموث. دكتور، انا كل مره اعمل ولد ما بيرضاش غير لما اقعد العب في الفاليو اللي جنب الولد دي، مش لا عارف ما انت ليه. ما تلعبش في الفاليو، الفاليو دي القيمه هي على بعد قد ايه يبتدي ان هو يروح يلحم او يلقط النقط. ما هو انا فاهم، ما انا بوسطنها، بس انا لما بكون سايبها زي ما هي واعمل ولد ما بتعملش ولد. الاكسترود بقى يعني، خلي بالك من سناب. بص انت نمره واحد عشان تبقى انت شغال صح، انت بترسم واحده فقط اي، وتروح طبعا تخلي لونها كذا، مش قصتنا قصه اللون دلوقتي، بس انت تخلي ايه وتاخد الكادر بتاعك ده كده.
خد بالك ده. طب انت تقصد ايه؟ قبل ما تظبط قبل ما تظبط اي حاجه ظبط الشوت بتاع الكاميرا. يعني ايه الكلام ده؟ الصوره اهي شايفها؟ ايه المطلوب؟ اروح جاي هنا اهو وعامل كاميرا. شاند انت هنا شاند ولا كله كات؟ اجي هنا كنترول سي ثم سي ثم اجي اظهر مين؟ شاند الشو سيفري وابتدي اظبط الكادر بتاعي كده واخش هنا زوم ان. اه بس استنى خد بالك الكادر بتاعك اللي انت مديه لنا ده طولي خلاص بقى. ما الراجل ده قال لنا الكلام ده النهارده ريندر سيت اب انت عامل شو سيف فريم فاكر يا شريف؟ ودي طبعا بالمره اللي يقع عليه يا عيني غلط اعدل. والماكسيمم سب ديفيجن اللي عندك هنا دي خليها 8 عشان الريندر او تيست ريندر. واجي اخش هنا عند كومن واخلي دي كده في نفس 600 واجي اخلي ان الارتفاع عندي هنا اهو كده من غير ايشيو 1000 متر. ايه ده قبل ما تخلص اي حاجه خالص؟ اه قبل ما تخلص حاجه يعني قبل ما نبتدي في اي حاجه. اه قبل التكراره ايوه بالظبط. حلو تجيب الصوره كده وتشوف تطابق. استنى هقفل بس الفرحه الكتير قوي اللي تحت ده اهو مش لازم اقفله دلوقتي. الصوره هي دي مظبوطه؟ لا مش مظبوطه. اه لا دي مظبوطه بس في اول واحده دي مش داخله في الكادر خالص ده هي يا دوبك اطرافها اللي فوق هي اللي باينه بس. ماشي هتيجي هنا وتعمل كده. هتشوف حاجه؟ اه بس محتاجه برضو وات اكتر. اه هنيجي نروح احنا عاملين كده شفت وابص هنا كده للتكرارات السبيس ما بينهم قد ايه. اهي الصوره الفرق ما بين كل واحده والثانيه. طب انا هعمل ايه؟ اروح غير دي كده واروح جاي قايله هنا شفت واروح طالع كده. هتشوف حاجه؟ اه تمام اشوف بس الصوره مظبوطه. لا يعني هي طالعه مش تكنس كده. خلي بالك الكلام ده بعد ما انت تروح تكريت الكاميرا. خلاص ايوه كده اه طب تمام. واجي احط له هنا انستنس واروح واخد اي عدد كذا وقابل الزياده او النقص على حسب ما انا عايز. شايفها؟ اه اه طب تمام. فاضل حاجه. اه في حاجه نشوف بس الارضيه اللي احنا هنعملها. ادي الارض ممكن اجيب بين عادي خالص اهو اهو ده الارض بتاعتي واخلي درجه الطول برضه هنا ابيض اهي تمام. ايه تاني ناقص؟ الميرور. غير الميرور هو محتاج ان هو المفروض كنا خدناها كده مثلا. اه طب انت اخر حاجه في الاخر خالص دي ممكن تعملها ازاي؟ طب هل ممكن اجيب هنا مثلا بوكس اجي هنا فيرتكس واجي هنا كده واروح قايل له ارسمي هنا لو سمحت بوكس والبوكس ده اي تخانه غير زيرو اي رقم غير زيرو واخد صاحبتنا دي كده اوديها في الاخر خالص اهي شايفها؟ طيب هو البوكس احنا جبناه منين؟ بوكس جاست بوكس من هنا بوكس عادي. اه اه اوكي تمام. واجي هنا الماتيريال وزي ما هو قال لنا هخلي هنا ديفيوز اسود واجي اخلي هنا ريفلكت ابيض وفيرست اشيلها تمام واجي اعمل هنا اساين على الكتله. طب تمام. اه بس خد بالك الكتله دي عدله اللي هي بتاعت المرايه مفيش مانع ان انت تعملها روتيت كده. هتشايف؟ اه تمام. بص كده لما نيجي نعمل ريندر استنى بس هو انت رحت ظبطت الريندر وانت حطيت لايت اصلا؟ تعالى نكمل هنعمل ريندرنج ريندر سيت اب اقلل السيتنجز اخلي دي كده هنا ريديانس اخلي هنا لايت كاش ويجي هنا لو واخلي هنا اللايت كاش بتاعي هنا هو كده 500 اهو. هاجي هنا اشوف الريزولوشن بتاعي الباكت تمام ودي 8 ماشي خليها مؤقتا. الجاما ما لعبناش فيها خالص اشغلها واستنى بس اوردر ان انا اقلل او انقص فيها يعني ستاندرد خليها مثلا 1.7 كده لحد ما نقابل زياده والنقص. جي اي تمام اه بس انت ما حطيتش لايت اصلا. تعالى بقى هنا بقى نشوف قصه اللايت هل هي سكاي هل هي سان لايت هل هي ايه مش عارف. تعالى هنا كده هتاخد هنا اللايت وروح جاي هنا واخد بيرت ونبتدي نجرب. يعني انت من هنا هتبتدي تشتغل يعني هو ده لسه بدايه الشغل لا اكثر. هتبارك اروح جاي كده اللايت اهو واروح جاي هنا مو واروح جاي رافعه من على مستوى الارض كده اهو. هتشايف؟
اروح اظبط الريدس بتاعه سايز مالتي بلاير فين هو. ده الفوتون ايمت ريدس على الكل والسايز مالتي بلاير اهي كويسه معقوله تمام. وابتدي اظهر قدام عيني هنا كده لو حد فاكر هاي كواليتي اهي، وابتدي اظبط الكادر بتاعي كده شايف. اذا ظبطت ولا لسه؟ مش يمكن عشان هي كتله سوداء فمش واضح. يا نهار ابيض، ايه النور الزياده قوي ده؟ يمكن الراجل ده مدهلنا عشان نروح نعمل مثلا اللايف بتاعي بدل ما هو الدنس بتاعته كانت كام؟ واحد تعالى نخليها مثلا هنا 0.5 كده نشوف، وتعالى كده نعمل هنا ريندر. كمان احنا ما زودناش ما حطيناش سكاي لايت. لا 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 لا، ما هي الصن لايت بتعمل سكاي لايت باي ديفولت اصلا. مش بنخش من الانفايرمنت؟ لا، لما بتيجي تعمل صن لايت اوتوماتيك هي السكاي لايت بتظهر. هل بقى الجاما هنا اهو عايزه تقل؟ من هنا بقى التظبيط يشتغل. وصلت؟ تمام. شريف. ايوه يا دكتور. رولس بقيه المجموعه خلي دي كده تمام. مثلا 1.3 مثلا. هي كده تعتبر تقريبا خلصت. احل اكمل بقيه حلها واديكم تاسك تاني؟ لا حلوه. هو برضو اللايت. طب انا هعمل معاكم، خلي بالكم المرايه ظهرت اهي في الاخر شايفه. بس هي محتاجه حاجه صغيره، ودايما ما تستناش الريندر يعني، دايما كده لما تيجي تلاقي. انا لاحظت ان المرايه دي كانت الفرق بتاعها ده عايز يبقى كده مثلا، وفي نفس الوقت هي داخله في الحيطه ما فيهاش زاويه ميل شايفها؟ تمام. واعمل هنا رند. طيب انا هعمل معاكم ديل حلو قوي، انا هبعت لكم الفايل ده وتظبطوا لي الشوت ديل. تمام. يعني نظبط الشوت من الفايل حاجة تبعته؟ اه، ايه رايكم؟ انا يعني كده وفرت عليكم كتير، كده ياخد كام ثانية بقى؟ طب هو انا عندي سؤال غريب. قول. ايه اللي محتاج يتظبط اكتر؟ ان الصوره اللي تطلع اللي انت هتعملها ريندر اللي هي دي تكون اختي. يبقى انا كده وفرت عليكي ماتيريال، سوري، وفرت عليكي الموديلنج اللي هو السهل ما فيهوش حاجه، وفي نفس الوقت يبقى فاضل تظبيطه الاضاءه اللي احنا ايه عايزين نعمل. كده هنلعب في السن اورينتيشن بالظبط. طب ما اكيد دي فيها زيتونه عشان كده حضرتك عايزنا نلعب فيها بالظبط. ماشي، ممكن نجرب. طيب انا هبعت لكم الفايل، انا سميته حاجات كتير اهو، وابعت لكم على الديسك. وكده وصل اهو. بص انا جيت عملت ريندر هنا الاول. انت عندك قبل ما تيجي تعمل ريندر لو انت جيت بصيت الكادر، بص انا حاطط هنا ايه، حاطط من فوق تغطيه وحاطط من جنب الشمال ده تغطيه. حلو، دي اول حاجه. تروح اعمل ريندر هتلاقي في عندك اجزاء من هنا مضلمه، بس الالوان طالعه مش زي ما انا عايز. انت ممكن تغير الالوان زي ما انا قلت الجنه ازاي. مو احنا ما خدناش ماتيريال يعني، انت يا دوبك هتمسك الكتل دي وتختار لها درجه لون من هنا، دي ما فيهاش مشكله. في زيتون، في زيتون، وهتختلف عندك من فيرجن اللي هي 4 الفي ري لفيرجن 5. انا هفتحها عندكم وانا بسجل بردك عشان زمان اللي هم مبوس. تمام. اللون مش عاجبني، محمر مخضر، عايز يفتح يقل وهكذا. هتعمل ايه؟ هتلاقي في عندك هنا وظيفه اسمها كالر كوركشن. هتشايفهم؟ مش باينه في الفريم. تمام، باينه خلاص. اوكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيظهر ده؟ ده في عندك حاجه اسمها اكسبوجر، وفي عندك حاجه اسمها وايت بالانس، في عندك حاجه اسمها هيو ساتوريشن. ايه ده؟ ايه الفرح ده؟ الاكسبوجر انت ممكن تروح وهو بيعمل ريندر
او حتى بعد ما اخلص ان انت تروح تزود الاكسبوجر بتاع الصوره. يلا طب من بدري يا دكتور. من بدري يا دكتور. بدري كنا كل شويه نعمل رندر. والله يا شريف بص انا ان شاء الله بمشيئه الرحمن يا رب على قد المجموعه دي ما شاطره وبطلع لي شغل حلو زي ما انا عايز زي ما هخليكوا اساتذه واحسن مني خلال الكورس ان شاء الله يعني. يخليك يا دكتور. بص فانت هتيجي تزود هنا الاكسبوجر. اه ده كده مناسب. هي جانا فين؟ جانا موجوده سامع حضرتك. تبتدي عليا ولا حاجه؟ لا لا خالص. طيب بص فانا بروح ازود الاكسبوجر على حسب ايه رؤيه عينك واحساسك انت عايز اني حته مظلمه واني خلاص بقى انا قفلت في الشمال وقفلت فوق. تمام. طيب دي حاجه. الالوان يا شريف مش عاجباني. في حاجه اسمها وايت بالانس. الوايت بالانس ده انت عارف الانفايرمنت يا شريف لما بيكون فيه مطر لما بيكون فيه شمس لما بيكون اه فانت هنا اهو. طب لما نيجي ناخد الكاميرا هناخد الكلام ده بالقيم واحط رقم كذا يديني اللون كذا. الوايت بالانس هو موجود عندي هنا بالسكرول بقدر اغيره باللون على حسب رؤيه العميل وايه طلبه في ثواني مش لازم اخش واعمل ريندر تاني. خلاص كانك انت معاك الفوتوشوب يعني ممكن حسب الانفايرمنت بتاعته كمان يعني. جدع. دي حاجه. الحاجه الثانيه في عندك هنا حاجه اسمها هيو ساتوريشن. دي صبغه اللون بقى مش انت اخترت الوانك. اه بس اللون انا عايزه اولا عايز اغيره كيف يا شريف. تمام. او اللون ده حلو بس الساتوريشن بتاعته او صبغته عايز اخففها لحد ما نوصل للجراي او اتقلها. شايفها؟ تمام. عايز ازود لايت او ايه اول. طب معلش يا شريف دكتور كده حضرتك قفلت من الجنب ومن فوق وسبت حته مفتوحه عشان يعمل موضوع الاكسبوجر ده صح كده؟ اه شريف انا عايزك تعملي شير كمان من عندك يا شريف عشان اقولها لك على فيرجن 5 لان. اوكي. هي جهاد ساكته وشهنده ساكته وسندس وخالد مش عارف اخباره ايه ورانا ساكته برضك. ايه يا رجال؟ ما حضرتك الحمد لله. طيب بص يا شريف. هل طبعا الكلام ده التظبيط اللي انا قلت لك عليه اللي هو ان انا اسد من فوق من الجنب ده لازم يتعمل الاول خدت بالك؟ وطبعا تظبيطه ايه البوزيشن بتاعت الشمس. ايوه فين الكلام ده وفين اللي انت وريته لنا من شويه؟ حاول اولا الهيستوري يا شريف انا قلت لك تطلع منين صح؟ وانا عرفت اطلعه اخر مره. اخر مره كنا مش عارفين نطلعه وعرفت هو كان بيعمل ايه. هنا اوبشن حضرتك شايف الشرطه اللي على الشمال دي؟ شرطه هتلاقي على الشمال خالص في, في في اخر الشاشه على الشمال دي فوق بقى فوق مش لا قصدي في النص انا اسف في نص لا في نص الشاشه على الشمال. طب ما تدوس انت اسهل. طب ما تدوس انت اسهل. ماشي اوكي. طيب ماشي دي حاجه وممكن تعدد تحدد عدد الصور قد ايه مش قصتنا بقى. حلو. طب انت هتجيب بقى الكلام ده منين؟ بص المفروض انت عندك في الجهه اللي هي اليمين دي اهي شايفها؟ تمام. البروبرتيز بتاعتها انت تيجي تضيفها افكت افكت يعني هي هناك في اللي انت شفتها معايا موجوده كده باي ديفولت تشغلهم اه او لا. انت هنا بتروح تقول لا والله انا عايز الهيو ساتوريشن زي الفوتوشوب يعني زي الفوتوشوب كده بالظبط. طب انت عايز ايه؟ اغير درجه اللي هي الهيو بتاعتي مثلا وخلي بالك الريزولوشن بتاعك ضعيف ها فده هيضايقك شويه. وادي الساتوريشن. لا والله ده انا محتاج ان انا عايز كذا. يبقى انت هنا اهو بتيجي تختار شكل الايفكت الاكسبوجر خدت بالك؟ يبقى انت بتختار شكل الايفكت ثم تبتدي انت تتحرك جوه. ده انا عايز مثلا والله مثلا الباك جراوند بس لسه الكونترست مثلا خلاص كانك انت بتروح تحط مجموعه لايرز بس طبعا لازم تظبط الدنيا عندك من الاول من جوه عشان تقدر تظبط. تمام. وصلت؟ وصلت. طيب مين هيسلم؟ بس ده برضو كده هنحط السن صح كده؟ اه او تقلليها يعني ممكن تقللي القيمه بتاعتها بس مش برضو هتديني دل على الارض؟ هتديك الدل على الارض بس محدود عشان انت حاطه اللي هي الحيطه اللي فوق زي ما انت شايفاها كده قدامك. شايفه الخط اللي في النص ده مش موصول. بص لو انا حبيت احط مثلا هنا ماتيريال التاسك اللي احنا واخدينه اللي هو زي ده كده. بص انت هتيجي هنا في الماتيريال مع الكتله اهي. هاجي هاخد اي كوره واجي من عند كلمه ديفيوز من جوه جنرال. بيت ماب هتروح تجيب صوره السماء او صوره الميه او اي صوره
واجي اقول له هنا اساين واقول له هنا شوف. تمام. اوكي تمام.